الكسور والأعداد الكسرية. بنتكلم على الكسر الحقيقي، هو كسر البسط بتاعه أقل من مقامه أو بيساوي مقامه يعني، ولابد إن يكون إيه الكسر الحقيقي ده أقل من 91. الكسر الحقيقي هو كسر بسطه أقل من مقامه وأقل من 1. الكسر غير الحقيقي لا، كسر بسطه أكبر من أو يساوي مقامه. كسره دلوقتي بنقول 5/4، 5/4 ده البسط أكبر من مقام، إذا ده كسر غير حقيقي. 6/3، 2/2 كلها كسور غير حقيقية. ليه؟ لأن هي البسط أكبر من المقام أو البسط بيتقسم على المقام يبقى 91. طيب هنكمل 3/5 ده كسر حقيقي ولا غير حقيقي؟ لا ده كسر حقيقي، كسر البسط أقل من المقام، كسر حقيقي البسط أقل من المقام، أقل من 91. إن البسط أقل من المقام وأقل من 91، يعني هو برضو أقل من إنه يكون 5/5، 3/3، 4/4، 2/2 كده. طيب الكسر غير الحقيقي لا، كسر البسط بتاعه أكبر من مقامه، يا إما لما أجي أقسم بسطه على مقامه يطلع 91. على هذا الأساس يبقى 5/4 كسر غير حقيقي، و2/2 كسر غير حقيقي، كسر غير حقيقي 5/4 كسر غير حقيقي، 6/3 كسر غير حقيقي، 2/2 كسر غير حقيقي، كلها كسور غير حقيقية لأنها لم تحقق الشرط. طيب نقول 3/5 لا، كسر حقيقي لأنه حقق شرط إن هو البسط أقل من المقام، أقل من 1/7 لما أجي أقسمهم على بعض. طيب 4/4 لا، كسر غير حقيقي لأنه الشرط بتاع التاني ما تحققش، اللي هو شرط إن هو إيه أقل من 1/7. يبقى 4/4 يساوي 1، لا ما ينفعش غير حقيقي. طيب 7/5، 7/5 كسر غير حقيقي لأن البسط أكبر من المقام. طيب ماشي، 5/7، 5/7 بسط كده ده كسر حقيقي لأن البسط أقل من المقام. طيب 3/8، 3/8 حقيقي. 6/3 لا ده غير حقيقي. يبقى احنا دلوقتي فرقنا بين الكسر الحقيقي والكسر غير الحقيقي. طب العدد الكسري، العدد الكسري عدد بيتكون من عدد صحيح زائد كسر. العدد الكسري عدد يتكون من عدد صحيح زائد الكسر. اقول مثلا عندي هو بيتزتين ونص، بيتزتين وتلت، بيتزتين وربع، كل دي اعداد كسرية. اقدر اقول ان هي 2.5، 2.5 يبقى 5/2. بضرب ايه؟ الاتنين في 2 ب4 و1 5، 5/2. طيب تمام، نقول 2.5 يبقى ايه 2 في 2 ب4 و1 5. طيب العدد الكسري نقول 3/4، بيقرأ 3/4 او بنقول 5/3 او 2.5. 2.5 بضرب 2 في 2 ب4 و1 5، بضرب العدد الصحيح في المقام واجمع عليه البسط واحط العدد تحت. دي طريقة بنعمل بيها ايه، بنحول العدد الكسري للكسر لكسر. طيب بضرب 5 في 5 في 25 و2 ب27 على 5 مثلا، 5 وثلثان، او دي 3، لو دي 3 نبدأ ايه. طيب العدد الكسري يعبر عن كل نموذج، هنشوف ايه العدد الكسري. احنا معانا 1 اهو، 1 صحيح، و3/4، 1 و3/4، 1 و3/4. طيب عندنا 2، 2.5، نص تمام. طب عندنا ايه، 1 و3، و2/5، هنا 1 1 1 وتلت، 3/3، 3/3 برضو عندنا نماذج اهيت، هنا تلت وتلت وتلت وتلت، يعني 1 صحيح، 1 صحيح، 1 صحيح وتلت، يبقى 2/3 معنى 2/3. وممكن نعبر عنها بكذا طريقة، نقول تلت تلت زائد تلت زائد تلت زائد تلت زائد تلت يبقى 7/3، أو ممكن نقول 3/3 زائد 3/3 زائد 1. نقدر نقول إن ده 1 صحيح وده 1 صحيح وده تلت، يبقى ده 2/3،
اتنين وتلت، اتنين وتلت. اتنين وتلت عايزين نحولهم لكسر، هنضرب اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة، يبقى سبعة على تلاتة، سبعة فوق وتلاتة تحت. ممكن أمثلة أخرى، الطريقة بقى نعمل إيه عشان نحول كسر العدد الكسري لكسر، هنضرب العدد الصحيح في المقام زائد البسط، العدد الصحيح في المقام زائد البسط، يبقى 7 على 3. تسعة وتلت، سبعة ونص، أربعة وتلاتة على سبعة، تلاتة وتلاتة خمسة. هنا نضرب إيه؟ نضرب التلاتة خمسة في خمستاشر، واحد ستاشر على خمسة، أربعة في سبعة تمانية وعشرين، وتلاتة واحد وتلاتين على سبعة، أربعة سبعة ونص، اتنين في سبعة أربعتاشر، واحد خمستاشر على اتنين، تسعة في تلاتة سبعة وعشرين وواحد، يبقى تمانية وعشرين على اتنين. طيب عندنا عدد كسري وكسر غير حقيقي، هنعمل ايه؟ احنا ايه؟ نشوف النموذج ونحول النموذج ده عدد كسري. ادي واحد اتنين، ادي اتنين، العدد الكسري هو عدد صحيح ومعاه كسر كمان مجاور ليه. طيب ده ايه؟ اربعة على تمانية، اتنين واربعة على تمانية، العدد الكسري، وبعدين يبقى نحوله لكسر غير حقيقي. ادي واحد اتنين تلاتة ومعانا تلتين، تلاتة وتلتين. طيب هنا معانا واحد اتنين تلاتة، ومعانا أربعة ونص، تمام، معانا أربعة ونص، اتنين في تمانية، اتنين في تمانية بستاشر، أربعة عشرين على تمانية، يبقى ده الكسر غير الحقيقي، عشرين على تمانية. طيب تلاتة في تلاتة بتسعة، وواحد في حداشر على تلاتة، في أربعة تمانية وتسعة على اتنين. ممكن نشوف بقية الأمثلة، عندنا دول تلاتة بالظبط، تلاتة مفيش حاجة متظللة. هنا بقى عندنا تلاتة، عندنا اتنين وتلتين، اتنين وتلتين، ولا اتنين وتلتين، ولا اتنين وتلت، أجزاء من الكل. إن احنا بنقول إن تلاتة على تلاتة تساوي واحد، أو خمسة على خمسة تساوي واحد. يمكن الصورة بتاعتنا دول عشرة على اتنين، عشر أجزاء مقسومين على اتنين يبقوا خمسة، أربعتاشر على اتنين يساوي سبعة، أربعتاشر على سبعة يساوي اتنين، تمنتاشر على ستة يساوي تلاتة،